عدد كبير جدا من الفنانين يعني الشخصيات العامة طبعا قاموا بدورهم الانتخابي في مقدمتهم الكينج محمد منير، ليلى علوي، يسرى طبعا، ظهور نادر للنجمة نجلاء فتحي، نبيلة عبيد، نادية الجندي، ياسر جلال، يعني أحمد السقا، مش يعني ناس كتيرة جدا من النجوم الشباب والكبار من كل الأعمار كانوا موجودين، ونجمة الغناء وفاء عامر هي قدامنا وبسمة، ونجمة الغناء كارول سماحة. وكارول صديقتنا اللبنانية الجميلة أصبحت أيضا مصرية طبعا بزواجها من الأستاذ وليد مصطفى المنتج الكبير وطبعا رجل الأعمال المعروف صديقنا أيضا. فالآن كارول تحمل الجنسية المصرية وبنتها كمان، ودلوقتي كارول بتمارس حقها الانتخابي لأول مرة في انتخابات الرئاسة. معي على الهاتف فنانة الكبيرة كارول سماحة. يا كارول مساء الخير. مساء الخير لميس، وحشتيني. انت كمان كيفك؟ الحمد لله الحمد لله كويسه جدا الحمد لله. يعني قولي لي، اول مره بقى تروحي تنتخبي كمصريه، كانت ايه مشاعرك؟ ولا صراحه لميس كانت مشاعر كتير فيها من الحماس ومن المسؤوليه. حسيت انه انا هيك عندي مسؤوليه تجاه مصر، كوني انا صرت مصريه طبعا، وكوني صرت مواطنة مصرية وعندي عائلة بمصر وبيت بمصر. ما بعرف، كان هيك مشاعر خليط من حماس، وبنفس الوقت كان شوي هيك شيء غريب وجديد علي طبعا. بس كان من الضروري لميس انا احس واقوم بهذا الواجب، مثل ما بيقول لي ضميري. يعني حبيت اني اعبر عن رايي، لان ما بيكفي بس اني اكون حامله باسبور مصري، وانا طبعا بفتخر بالجنسيه المصريه اللي اخذتها من 4 سنين، لكن حلو كمان اوقات الفنان عنده هو راي كمان وعنده طبعاً. مواقف طبعاً. من خلال صندوق الاقتراع لازم كمان الفنان والمواطن يعبر عن رايه. يعني أنا عارفة أن أنت في لبنان أيضا لك مواقف، وكمان كنت بتروحي تنتخبي وكان لك مواقف في انتفاضات لبنانية، فهل ده في غنائك كمان يا كارول في كثير من الوطنية سواء للبنان أو لمصر أيضا، ده جزء من مكون كارول سماحة؟ كارول فنانة لها رأي لها موقف. صحيح، بتعرفي لميس الفنان ما لازم ينفصل عن الإنسان اللي فيه، وما لازم ينفصل عن هويته، مش بس هويتي كلبنانية، أنا طبعا لبنانية لكن هويتي عربية وبفتخر بهذا الشيء. ونحن عم نمرق بأسوأ مرحلة ممكن يمر فيها العالم العربي، نحن على كف عفريت مثل ما بيقولوا. صحيح. فمشان هيك أنه نشارك بالانتخابات هذا واجب، لانه اذا واحد ما انتخب يمكن يوم ما يلوم نفسه على اي نتيجه، يقول انا ما شاركت او ما اعطيت صوتي، على القليله انا يكون ضميري مرتاح تجاه موقفي ومواقفي. لازم يعني انا كنت مسعيده انه شفت اقبال بالاقتراع بمصر. مصر لازم نحميها، لانه يمكن صارت من البلدان العربيه القليله اللي فيها استقرار، اذا بدك عم نحكي سياسيا ومع كل تاثيرات اللي عم بتصير بالمنطقه. فانا هذا الشيء كثير بخوفني وقلقانه، مثل ما قلقانه كثير وبخاف على لبنان، بخاف على مصر اليوم. طبعا مصر بحاجه لرئيس قوي يحميها، يحافظ على سيادتها، على استقرارها، وهيدي اهم شيء. اي قرار بيتاخذ اليوم بمصر او بلبنان، او خلينا نحكي اليوم هلا عن مصر، هذا بنتحمل مسؤوليته كلنا، لانه مصر اليوم هي بعدها درع الاقوى لحمايه المنطقه اقليميا كلها، مثل ما في كثير بلدان تاذت عربيه، جيوش عربيه كلها تاذت وخسرنا كثير. يعني منشان هيك مصر لازم كثير ناخذ بالنا من القرار اللي بدنا ناخده بصندوق الاقتراع، مش وقت مخاطره، مش وقت استهتار، ومش وقت يعني نهمل هذا الموضوع. كلنا بنتحمل مسؤولية، كل واحد بيتحمل مسؤولية حماية بلده. قولي لي، لقيتي اللجنة ازاي؟ الناس قابلوكي ازاي يا كارول؟
ولا انا يا لميس، انا استغربت انه في ميوزك، موسيقى، هيدا كانت جديدة عليا في الانتخابات. احنا عندنا كل حاجة، احنا عندنا كل حاجة يا ماما، انت يعني تعالي دي بس فظيعة وعندنا بجد. انا في لحظة معينة كلنا ماشية، كنت انا ووليد الحملة الانتخابية. أنا شايف إن في منافسة، لم نبلغ بأي مخالفات. أشكر كل من صوت لنا، كلنا بنتنافس على حب مصر، وربنا يولي من يصلح. لم نتلقى حتى الآن أي شكوى. ناس قبلت بلاء حسن وبذلت مجهود جبار. طول ما أنت بتشارك وبتحط صوتك، تأكد إن إرادة السواد الأعظم من مصر هي اللي تحقق. في وعي، وفي الحقيقة المرحلة دي والمرحلة الجاية المسألة مرحلة استثنائية وجديدة. معلش احنا على الهوا، يعني كل الحاجات بتحصل. كارول انت لسه معانا ولا قالوا لي قطع الخط؟ سوري، دلوقتي يعني يرجع. في حاجات كده بتحصل على الهوا، بس يعني معلش. انا عايزه احييكي واشكرك. سمعتي مزيكا بقى وده جديد فانا عليكي. يعني كان غريب الموضوع بالنسبه لي، دي انا اكيد انتخبت كذا مره بلبنان، فاستغربت شوي لما دخلت وكان في حطوا لي اغنيه وحشاني بلادي، فكسفت يعني وحسيت انه حتى بالانتخابات مصر هي بلاد الفرح والاحتفال، فكانت حاجه غريبه وحلوه بنفس الوقت. كل حاجه تلاقي عندنا، بس انت تعالي خليكي معانا وهتنبسطي. انا هنا خلصنا. انا عارفه انا عارفه. تحياتي للزوج العزيز استاذ وليد مصطفى والبنوته الجميله كارول سماحه صديقتنا التي تحمل فنانه كبيره وصوت مهم الحقيقه في العالم العربي، لا يحمل فقط الجنسيه اللبنانيه او المصريه ولكنها تحمل الهويه العربيه، وده صوت كارول سماحه وده اداء كارول سماحه وده غناء كارول سماحه. في فنانين لهم موقف، مصريين وغير مصريين لهم موقف ولهم بصمة كده. كارول من هؤلاء الفنانين. بحييك يا كارول على حرصك انك انت تؤدي الواجب الانتخابي كمصرية.